والله شعور مميت، خصوصا ان احنا عايشين بالحدث بشكل يومي، فشعور مميت حتى لو ما عندك دوام. بس اساس المطار الحياه، اساس المطار الناس رايحه، الناس مستقبله مودعه، فجاه يوقف كل شغل في كل الرحلات، هذا شيء مو هين خصوصا علينا. والدليل الان اغلب الموظفين تتكلم عن 60% الى 70% في منهم ناس متطوعين، يقول لك اضافه لشغلي انا بشتغل. هذا اللي صاير عندنا في المطار، لكن شيء مؤسف جدا ومحسن ان نكون في المرحله هذه، لكن هذا شيء علينا وعلى غيرنا. دول العالم كلها قاعد تعاني، والاجراءات اللي صارت هذه كلها احترازيه، والحكومه ما قصرت اي شيء كان، يعني بالنسبه حق تسهيلات الاجلاء واخلاء والوضع اللي صاير عندنا الان، لكن شيء مجبورين عليه، لازم ان ننفذه. والله الكل مو راضي عنه نهائيا، الكل مو راضي عن اللي صاير الان بالمرحله هذه، لكن دام ان الامر هذا شيء اساسه اللي هو الاحتراز، فاحنا راضيين فيه، وحنا شغالين على قدم وساق 24 ساعه، سواء بعمل رسمي او تطوع منه، هذه ديرتنا اولا واخيرا يعني.